السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات الكريمات السادة الكرام، الإخوة والأخوات، نتمنى لكم دوام الصحة والخير. موعدكم مع جديد عروض كارفور اللي غتكون ابتداء من غدا 25 ماي 2021، وغتستمر حتى الشهر الجاي 18 يونيو 2021. تتشامل على العديد من العروض في مختلف المنتوجات وتجهيزات المطبخ والمنزل، على عروض في التلفاز، فتنشكر كل الاعزاء اللي تيتبعونا وتيشجعونا بالتعليقات ديالهم، وتنرحب بالاعزاء الجدد. نتمنى يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد من العروض. عروض في سمارت فون ماركه شاومي وسامسونج، تابلتات والحاسوب، كاين عروض في الثلاجات وفي الجوات، عروض في الآلات الغسيل للملابس والأواني، عروض في آلات الطبخ، كاين باك الطبخ ماركة كيمتل اللي تيكون في عروض بيم، راه مازال هذا العرض متوفر عند كارفور، واللي ثمنه 2200 درهم اي 44000 ريال. كاين ادوات تصفيف الشعر والحلاقه،
كاين عروض في لوازم المطبخ والمنزل تتشتمل على الكيسان والزلايف والأطباق للفرن. كاين عروض متميزة في الطنجرات والمقلات، فالمقلات تبدا ثمنها من 30 درهم، أي 600 ريال. كوكوط 4 يترون ثمنها 200 درهم، أي 4000 ريال. كاين لوازم وأثاث منزلي متنوع، باش تساعدونا وتحفزونا على النشر كل جديد. نرجو منكم تدعمونا بمشاهدة مختلف العروض وتشاركوا في القناة، وحنا في انتظار الآراء ديالكم وتساؤلاتكم القيمة. للتذكير، هذا العرض خاص بكارفور، واللي غيكون ابتداء من غدا 25 ماي 2021، وغيستمر حتى الشهر الجاي 18 يونيو 2021. Thank you.
ثم عروض في الملابس والأحذية لمختلف الفئات والعديد من العروض. نتمنى تنال إعجابكم. نتمنى نكون توفقت في تقديم العرض. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد من العروض. وشكرا على المشاهدة. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وإضافة تعليق وجي من الفيديو. الدعم ديالكم استمرار لنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.